أعلن حزب الله اللبناني إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق وادي العزية جنوبية لبنان. وقبلها بأيام فقط أسقط الحزب طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوبية لبنان. من مرج عيون بجنوبي لبنان مفادتنا ليال سعد. ليال، ما طبيعة هذا الإسقاط لطبعا هذه المسيرات الإسرائيلية، وكيف تبدو الحدود الإسرائيلية اللبنانية في هذا اليوم؟ نجد هدوء كبير يسيطر اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحديدا عند هذه النقطة. كما علمنا آخر المعطيات حتى هذه اللحظة هو ما أعلنه منذ وقت قليل حزب الله عن إسقاط المسيرة فوق وادي العزية في القطاع الغربي. القطاع الشرقي حتى اللحظة يشهد هدوءا واضح، وحتى القطاع الغربي، لكن الموضوع اللافت والوحيد اليوم الذي تمكن من رصده هو هذا المنطاد الذي تم رفعه فوق قاعدة ميرول، وهذا المنطاد يظهر للمرة الأولى فوق القطاع الشرقي، وأتى بعد استهدافات عدة قام بها حزب الله لأبراج المراقبة والتجسس التابعة لحزب الله. يمكن ربط رفع هذا المنطاد للمرة الأولى أو رصده للمرة الأولى عند هذه النقطة بموضوع أساسي، وهو الزيارة التي تم الحديث عنها لوزير إسرائيلي إلى المستوطنات الشمالية، والتي تم إلغاء أو أعلن عن إلغاء هذه الزيارة بعد ذلك. إذن هذا الموضوع لافت اليوم وهو الرصد الوحيد. عدا عن ذلك هناك هدوء حذر عند هذه الجبهة. عادة ما تنشط الجبهة اللبنانية أو جنوبي لبنان في ساعات ما بعد الظهر وليس في ساعات الصباح. هذا هو الحال منذ 3 أيام، قبل الظهر يكون هادئا وبعد الظهر تشتعل قليلا هذه الجبهة ويكون هناك تبادل، ولكن حتى اللحظة ما أعلن عنه هو عملية حزب الله بإسقاط المسيرة فوق وادي العزية، وأيضا ما أعلنه عن مقتل 2 من عناصره في الضربة أو الاستهداف الذي طال عيت الشعب مساء أمس. هذه أبرز المعطيات حتى هذه اللحظة. طبعا نحن نرصد أي استهدافات جديدة إن كان في لبنان أو على الحدود الشمالية لإسرائيل، ولكن أشير إلى نقطة واحدة أخيرة، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في حيفا. ماجد، من مرجعيون جنوبي لبنان مفادتنا ليال سعد، شكرا لك ليال.